هنفصص من خلال ايوه الفقره دي كمان ماتش امبارح، وطبعا طبعا. اكيد حضراتكم تابعتوا لقاء الامس بين الاهلي والداخليه، والحمد لله الاهلي بيواصل انتصاراته وبيواصل كمان العمل بمنتهى القوه في مشواره للقب الكاس. الحمد لله فاز الاهلي على الداخليه بهدفين نظيفين. طبعا الماتش ده كان ضمن مباريات دور ال 16 لبطوله كاس مصر. بكده يبقى خلاص احنا ان شاء الله هنصعد لدور الثمانيه وهنواجه فريق المصري. لكن طبعا نقدر نقول ان كان في سيطره شبه كامله من النادي الاهلي طوال احداث المباراه، فرص كتير قوي، وكمان في الشوط الاول الحقيقه لغايه لما بيرسي تاو سجل الهدف الاول بمهاره وبروقان يعني لافت للانظار من خلال طبعا تمريره سحريه اعتياديه من قفشه. قفشه دايما تمريراته كده ايه السهل الممتنع زي ما بتقال. طبعا الكلام ده كان بيحصل رغم قوه تكتل دفاع فريق الداخليه. الحقيقه كمان كان في فرص كتير في الشوط الثاني ضاعت، لكن قفشه بقى ختم المباراه بهدف ثاني بطبعا طعم ال 90 بلس كالعاده، ودي عاده لعبتنا في الماتشات المهمه دايما يفاجئونا ويتحفونا بيعني هدف في وقت ضايع، وبنشوف من خلاله دايما تاكيد على فكره سيطره الاهلي على مجريات المباراه. بص خلينا نتكلم من اولا، احنا سعداء طبعا بالتاهل لدور الثمانيه بكاس مصر. كان عندك فرص كتير زي ما انت قلت يا كريم، لكن اكيد كان ماتش مهم لان فكره خسارته بتطلعك بره المنافسه اصلا، لكن الحمد لله كان فوز غالي. ناس قالت لك المباراه كان ممكن يبقى السيناريو فيها افضل من ذلك، حتى لو بتتكلم عن يعني الاجوال اللي احنا حصلنا عليها او حققناها بيقول لك برده كان ممكن تحقق بسهوله عن كده. كل واحد بيبقى ليه وجهه نظره، لكن احنا هنتكلم ان احنا عجبنا فعلا كلنا طريقه احتفال قفشه بالجون تحديدا التاني طبعا زي ما انت كنت بتتكلم، وهي طريقه ناس قالت لك هو ميكس ما بين الاحتفال بطريقه رونالدو ومبابي، رغم ان هو خد انذار بالمناسبه طبعا لان هو قلع التيشيرت. دي قوانين بتكون موجوده، بس ده ما بيمنعش ان حتى لو اللاعب تعدى هذه القوانين واحتفل الجماهير بتبقى سعيده بيه على كل حال. يعني اللي عجبني كمان ان قفشه اللي احرز الجون، ودي نقطه انا كنت عايزه اتكلم مع حضراتكم عليها وعايزه اتكلم معاك كريم عليها. انا انبسطت ان قفشه هو اللي احرز الجون. في لعيبه كده بتبقى بتتمنى ان هي او بتبقى المباراه لما بتبدا بتقول انا نفسي فلان هو اللي يحقق الجول مثلا الاول او الثاني او غيره او احد الاجوال. ليه؟ لان بتشوف ان هو اللاعب ده، وانا هتكلم عن قفشه تحديدا. قفشه كان طبعا فتره طويله جدا من اللعيبه الاساسيه، فترة الاخيره شفناه مش بيلعب اساسي بشكل كبير، لكن بعد كده كان دايما بتحس ان هو عنده الاصرار في كل مباراه بينزل فيها، تحس ان في ضغط، ولكن هو ضغط هو اللي عامله على نفسه، مش ضغط من الجهاز الفني، مش ضغط من اللعيبه او غيره، ضغط ذاتي هو نفسه ان هو يعود بيه تاني الامجاد او الفتره بتاعته اللي هي كانت من افضل الفترات لقفشه طبعا في الموسم كمان اللي فات تحديدا. لكن على كل حال لاعب موهوب جدا، بيقدر ان هو يستغل اي فرصه، بيقدر ان هو يثبت نفسه لما بتجيله فرصه بذلك، بنشوف ده في ماتشات كتيره جدا. لكن امبارح فعلا كلنا كنا سعداء حقيقي بقفشه. قفشه كان يعني او مش هقول كان اسعدنا كتير جدا ولسه هيسعدنا كتير جدا، واحنا امبارح كنا سعداء بيه اللي هو حققه.